بشتغل انا. انا ماني انا جاي مشان الامم المتحده ولا جاي انا استنى معينات. نحن الشباب نعتمد، احنا الشعب السوري، نحن الشعب، الشعب السوري الوحيد بالدول العالم بنصنع اللي ما بيصير، بس بدنا شيء هيك امكانيات صغيره. احنا عندنا طلاب هون، عندنا اساتذه جاهزه تدرس، عندنا عمال جاهزه تشتغل، عندنا مكن صيانيه، انا سائق بشتغل على سياره، بنعتمد على نفسنا، ما ضروري نضل على الجمعيات. نعم نحن بنشكر كل انسان، كل انسان ساعد هالشعب، كل انسان عم يساعد هالشعب بمدينه ادلب، بنشكر اهالي ادلب، بنشكر كل الناس، بس ولكن نحن اذا بدنا نضل هون نرقد ونناشد يا اخي هذا ما حل، والله العظيم ما حل. ونحن شعب ما نشحات، نحن شعب بنشتغل، بس بدنا امكانيات. احنا طلعنا خرجنا من حي الوعر مثل ما خرجوا اهل الشام وحماه وادلب والرقه، خرجت العالم نساء واطفال ما مع اغراض. نحن بنشتغل وبدراعنا بنعيش. بنشكر نحن اللجان اللي عم تساعدنا، بس اللجان ما بتكفي. مدينه الطينيه هاي كتر خيرهم اللي قايمين على العمل، بس ما عاد عندهم شيء. عم نجي لعندهم عم نشكي لهم، عم يبكوا مثلنا، ما عندهم امكانيات. اللجان اللي تول من شوي قدموا التقرير، كمان الجماعه كتر خيرهم من شارع لشارع مش يعني صاروا ما عم يناموا الليل ليجيبوا لنا شيء، ربطه خبز ليجيبوا لنا انينه حليب للاطفال. نحن ما هيك بدنا، نحن بدنا من هالمؤسسات، من اهل الخير، من اي انسان بيقدر بيعمل مصلحه لكل شاب. انت شو مصالحك بتشتغل؟ انت استاذ؟ نعم بدرسك. انت بتدرس هالاطفال في مدارس، بنعمل بنشتغل بنعمل كل شيء بنعيش. احنا ما انا جايين هون والله نعتب فلان ما اعطى، احنا بدراعنا، بدراعنا بنجيب عرق جبين، بنعيش نحن واطفالنا ونسائنا. نحن ملينا مناشد قطر، السعوديه، دول عربيه، دول اسلاميه، ملينا. الامم المتحده هاي المنظمه الكبيره اسمها امم المتحده ما عملت شيء. امم متحده الشعب السوري انشلع من بيوته علنا، انشلع. هاي جريمه حرب، هاي جريمه حرب. ساعد عم تطالع انسان من بيته وعم تهجره. انا شو عملت؟ انا ابن حمص ابن الوعر شو عملت؟ ابن المضايا شو عمل؟ ابن الشام شو عمل؟ ابن الغوطه شو عمل؟ ابن الرقه شو عمل؟ ابن الدير شو عمل؟ ابن السخني شو عمل؟ ابن تدمر شو عمل؟ الشعب تعب، النساء تعبت، الاطفال تشردت، اطفالنا هون ما بتعرف تقرا كلمه، ما بتعرف تكتب حرف. نحن يعني حرام، والله العظيم حرام. نحن ما بدنا شيء، نحن بدنا بس تعملوا لنا مؤسسات نشغل هالشباب، نشغل الاساتذه، كل مين على هوا طاقته. الاستاذ يدرس، المهندس يشتغل بشغله، الميكانيسيان يفتح شغله يصلح يشتغل، اخر النهار يجيب مصاري لاولاده. نحن نعم نعرف انه ما لنا احنا قاعدين هون نشحادي، نحن هذا الشيء كرهناه، كرهناه. يا عرب يا مسلمين احنا ما بدنا منكم شيء، ما بدنا شيء، نحن ما بدنا شيء منكم. نحن بدنا بس شغله وحده، انه ساعدونا بس باول طريق لهالشعب اللي اجى على مدينه ادلب. تعال شوفوا اهل الشام، تعال شوفوا اهل حمص، اهل الوعر، اهل الرقه، تعال شوفوا اهل السخني، اهل حماه، تعال شوفوا اللي تهجرت العالم، صارت العالم امم بادلب. العالم هاي ما بدها تضل تستنى المعينات وتستنى البرغل والرز، هاي العالم بدها تشتغل. العالم عم تروح على المدينه بدها تستاجر، اهالي ادلب حقهم بيوتهم هدول كمان. اذا انا بدي اخذ بيته وهو ينزت بالشارع نفس المعاناه، هذا الحكي ما عاد بيجوز، ما بصير. الحدود مسكره، نحن ما لنا جايين وما راح نطلع من هون. بدنا نشتغل ونعيش ونعيش اولادنا وندرس اولادنا، على الاقل دمرنا اولادنا. يا ناس، يا عرب، يا مسلمين، يا سعوديه، يا قطر، اناشدكم بالله، والله العظيم ما بدنا شيء، اقسم بالله ما بدنا شيء. بدنا بس شغله وحده منكم، ما بدنا برغول، ما بدنا رز، ما بدنا شيء، بدنا بس شغله وحده. كل شاب يتشغل مصلحته، الاستاذ تأملوا له بمدرسه، الطالب تأملوا له دراسه، كتب يدرس، اللي مصلحته حداد بيشتغل بالحدادي، الكهربجي. اجت شباب من حمص من الشام، والله اجت شباب بتعمل اللي ما بينعمل،
بس بدها امكانيات. الناس ما معاها لا مصاري، ما معاها ثياب، ما معاها شيء، بدها تاكل، ملتهت بالاكل. الناس التهت بالاكل، مخها بس بالاكل، مخها بس بالمأوى مشان نسوانها. العالم قاعده على التراب يا جماعه. قريه طينيه هون ما تستوعب هالامكانيات. العائلات الطبيه وينهم؟ وين الدكاتره؟ وين الدكاتره؟ وين مهندس؟ وين الدواء؟ ما في اي شيء، ما في شيء، ما في لا دكاتره، ما في دواء. اوك انسان هلا هون عم ينجرح، عم يلفها بشافي، ما في، ما في شيء. اوك يا ناس يا عرب، الكهرباء ما بدنا كهرباء يا اخي، ما عاد بدنا كهرباء، بطاريه بس بطاريه مشان هالناس تطش بالليل. هون العالم ما عم تطش بعضها، اوك بطاريه بس. اوك يا جماعه يا ناس، انا هاي البطاريه امن لي شغل، انا بشتريها، امنوا لنا الشغل احنا بنشتريها، ما بدنا من كل شيء. ما عاد بدنا برغل، ما عاد بدنا رز، نحن بدنا نشتغل.